بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال ابن كثير رحمه الله. وقوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي. أول إمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى. سدرة شجرة سدر، منتهى سدرة المنتهى إليه ينتهي ما يعرج منها. قال وانتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. ملائكة تصعد من أسفلها من الأرض ومن السماوات تنتهي إليها، وملائكة تنزل أو أوامر تنزل تتلقاها ملائكة أخرى تنزل بأمور نازلة من فوق ذلك، تنتهي إلى سدرة المنتهى تقبض منها، يستلمها من يوصل هذه الأوامر أو من يوصل هذه الأمور إلى حيث أمر به. ما يصعد من أعمال العباد ومن كتب تكتب ومن غير ذلك تقبض منها، يعني عند سدرة المنتهى تسلم هذه الأمور عند سدرة المنتهى. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، تكملة حديث عبد الله بن مسعود، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. فراش خلق من ذهب، الفراش الذي نعرفه خلق من تراب، ومع ذلك من له ألوان من أبهل الألوان. فإذا كان خلق هذا الفراش من ذهب فأشكاله الله عز وجل أعلم بها. قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، انفرد به مسلم، الذنوب المقحمات التي تقحمه في النار. فمن مات على التوحيد كان مآله إلى المغفرة، من لم يشرك بالله شيئا كان مآله إلى المغفرة. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العلية عن أبي هريرة أو غيره، شك أبو جعفر، قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السدرة، فقيل له هذه السدرة، فغشيها نور الخلاق، وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين قعنا على الشجر، يعني من كثرتها. قال فكلمه عند ذلك فقال له سل. ضعيف. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال كان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا، فرآها محمد ورأى ربه بقلبه. وقال ابن زيد قيل يا رسول الله أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال رأيت يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله عز وجل.
وسلم ضعيف، لكن الوزر الأول يغشاها فراش من ذهب ثابت في صحيح مسلم. وكان قوله ألوان غشها من أمر الله ما غشها فتغيرت، فغشيتها ألوان ما أدري ما هي من حسنها، يعني من جمال الألوان لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يصفها. وقوله ما زاغ البصر وما طوى، قال ابن عباس ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طوى ما جاوز ما أمر به. فهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطي. وما أحسن ما قال الناظم، رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها، لو رأى غيره ما قد رآه لتاها، تاه من الحيرة يعني. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كقوله لنريه من آياتنا، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبح، سورة الإسراء. وروى الإمام أحمد عن محمد قال أظنه على ابن مسعود أنه قال إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال فلما أحس جبريل ربه عز وجل، في بعض النسخ أخبر قال عاد في صورته وسجد. فقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال خلق جبريل عليه السلام. هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب. في الجزء الغريب كنت فلما أحس جبريل ربه، حديث ضعيف، لكن أنه قال رأى جبريل عليه السلام هذا ثابت. فقد رأى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى، رأى السدرة ورأى ما غشيها ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم ودخلها، ورأى جبريل عليه السلام في آيات أراهن الله عز وجل. قولي هذا واستغفر الله.